في الوقت الذي تطبق فيه إسرائيل حصارها على قطاع غزة وتكمل احتلالها برا وبحرا وجوا، تتجه الأنظار نحو الحدود الجنوبية مع مصر العربية أملا بأن يكون الواقع فيها مختلفا. غير أن ما نشاهده هنا في هذه الجولة الميدانية هي أعمال متسارعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية من معبر كرم أبو سالم شرقا وحتى البحر غربا. أعطيك العافية. عارفين أنكم بتصوروا، بس ليش تلتم هم؟ احنا بنسأل ليش تلتم؟ صحافة، احنا صحافة بنسأل عن مشروع مطول ولا مش مطول؟ احنا بس اسأل الجيش. طب وين المهندس؟ فين الجيش؟ اسأل الجيش. انا المهندس، اسأل الجيش. مشكور، شكرا جزيلا. جدار خلف جدار خلف جدار، سياج حديدي ثم جدار صخري ثم جدار خرساني، حفر وموانع مائية، وفي النهاية لفيف من الأبراج العسكرية والدوريات على طول الحدود الجنوبية مع قطاع غزة. كما تلاحظون هذا السياج طوله 6 أمتار، مثبت على قواعد إسمنتية يعلوه في الأعلى أسلاك شائكة، ثم خلفه أيضا جدار صخري طوله 3 أمتار تقريبا. خلف هذا الجدار الصخري يوجد أيضا جدار خرساني طوله 5 أمتار. الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة يشكل مدعاة للتساؤل، لماذا كل هذه التحصينات والتكاليف؟ ولماذا كل هذا الجفاء؟ فما أن ينتهي العمل في بناء هذا الجدار والجدار الإسرائيلي مقابله يكون قد أطبق الحصار وأحكم السجن الكبير حول سكان قطاع غزة.